طيب خلينا في نفس المساحه، يعني ما نسيبش الترع ونمشي، لانه في شائعه طلعت كده اضطرت انه مجلس الوزراء يرد عليها. شائعه غريبه جدا، وهو ايه؟ انه الدوله هتبيع الميه بتاعه الري للمزارعين. طيب خلينا نستمع من المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزاره الري، وعندنا هنا ايه يعني باشمهندس اهلا بيك الاول. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني احنا عندنا ايه موضوع كده مزدوج، احنا كنا بنتكلم على موضوع الترعه بتاعت البدرشين اللي هي سقاره البحريه، وكنا بنحاول بالظبط نقول يا جماعه يعني ده مشروع 18 مليار كده، مشروع قومي يعني، و7000 كيلو من الترعه هتتغطى والى اخره، والناس ازاي تحافظ على هذا المشروع لانه مشروعها. وانتوا طلعتوا من شويه يعني اقرب الى البيان او المناشده للمواطنين بالحفاظ على هذا المشروع، تمام يا فندم تمام كده؟ اتفضل تمام اتفضل. والله يعني احنا للاسف احنا دايما بنبذل مجهودات ضخمه في مجال تاهيل الترع وفي مجال تطهير الترع حتى التي لم يتم تاهيلها. للاسف كان منظر يعني اقل ما يقال ان هو منظر سيء، منظر مؤلم ان احنا نشوف ترعه بعد ما تم تاهيلها وبقت في منظر حضاري في منتهى الجمال والرقي، نفاجأ بهذا المنظر. يعني عشان كده احنا على الفور، احنا طبعا ما استنيناش، وزاره الري على الفور اتحركت، تم ارسال المعدات لازاله هذه القمامه على الفور. ولكن في نفس الوقت احنا مش عايزين هذه التجربه وهذا الموقف يتكرر مره ثانيه، علشان يعني الناس هي المفروض تحافظ على هذه الترع. زي ما حضرتك قلت بتتكلم على مشروع قومي ضخم، صحيح. 18 مليار جنيه لتأهيل 7000 كيلو متر من الترع، فبالتالي في مشروع متميز ويعني هيغير وجه الريف المصري، فبالتالي احنا محتاجين ان المواطن نفسه هو اللي يتبنى هذا المشروع ويحافظ عليه ويحمي هذا المجرى المائي من كل اشكال التعديات. يعني الواحد برضه بيبقى زعلان انه ما يشوف هذا المجهود اللي مهندس الوزارة بيبذلوه للوصول لمنظر حضاري، وحتى يعني الناس اللي ترمي في الترعة وتسدها، هذه الترعة بتستخدم بالفعل لري أراضي زراعية لهؤلاء الأهالي، تمام، فأنتوا بتضروا نفسكم قبل ما بتضروا غيركم. صحيح. فإحنا بنناشد الناس إن هم يحافظوا على هذه الترعة، لأن كمان الميزانية دي ما هي فلوسنا كلنا. يعني أنا عايز أسألك 18 مليار من فلوس المصريين. بالمناسبة يا باشمهندس، يعني أنا عرفت إنه هذه الترعة دي تحديدًا طبطنها تكلف 30 مليون جنيه. دي تحديدًا. عايز أسألك إنه الشغل ده، يعني لما اترمت هذه الزبالة في الترعة، تكلفة رفعها ده قد إيه مثلًا؟ هي إحنا بنتكلم على مجهود ومعدات، مجهود مهندسين أيوه فندم، في الوزارة وعمالة ومعدات وقت بتتكلف وقت ومجهود وفلوس. بالظبط بالظبط. يعني فاحنا كاننا يعني بنعمل الحاجه وبعدين بنهدمها تاني، صحيح، بنعمل انجاز وبعدين بنبوظه. فليه هذا يعني التصرف؟ يعني والناس بتشوف منظر جميل، واحد يفتح شباك بيته بيلاقي منظر جميل قدامه، المفروض يحافظ عليه مش يرمي فيه زباله. يعني طب في الموضوع التاني بقى اللي هو يعني اضطر مجلس الوزراء وسالكم على نقطه انه في كلام شائعات بتقول ان قانون الموارد المائيه الجديد هيدفع الناس المزارعين ثمن ميه الري، وانتوا عملتوا البيان رديتوا على هذا الكلام، ايه الحكايه دي يا فندم؟ تمام. بص يا فندم، هو من اهم المبادئ القائمه في وزاره الري هو الرفض التام بفكره تسعير المياه. تمام. يعني اي حد يتكلم عن تسعير المياه هي شائعه مغرضه وكاذبه تماما. احنا مش بنبيع ميه على الاطلاق. هتشتري الميه اللي هتروي بيها ده كلام ليس له اي اساس من الصحه. كاذب تماما. تمام. ده ضد كل المبادئ بتاعت وزاره الري، نحن تماما تماما بنرفض قطعيا فكره بيع الميه او تسعير الميه للمزارعين. تمام. ولكن في بعض الحالات يبقى في رسوم تراخيص لبعض الاعمال، بس ممكن رسوم ترخيص لبائس، ممكن بئر جوفي، ممكن رسوم ترخيص لمثلا حد ياخد ارض انتفاع يعمل عليها مشروع، فبنتكلم هنا على رسوم ترخيص ولكن ليس بيع اطلاقا لمياه الري للمزارعين تحت اي مسمى او تحت اي بند. تمام. طيب بس في القانون يا فندم اللي اتقدم يعني من الحكومه للمجلس النواب كلام على ترخيص ماكينات رفع المياه
على الترع وعلى تمام. النيل طبعا، وعلى الترع وعلى المصارف الرئيسيه. يعني احنا انت عارف احنا تمام جايين من بلد فلاحين، فعارفين حكايه تمام مكنه الري دي على الترعه وعلى النيل وبتاع اللي هي بترفع الميه عشان تروح للاراضي. فالجزء ده لانه في ناس برضو اتكلمت عنه وقالت انه ده فرض رسوم جديده وانتوا احنا تعبانين وبتاع، ايه برضو وضعيته وليه يتفرض رسم على ماكينه رفع الميه مكنه الري؟ ايوه يا فندم. اتفضل. مبدئيا بس عايزين نوضح يعني عشان النقطه دي بس عملت بعض اللبس عند بالظبط. بعض المواطنين. اولا هو بالنسبه للاراضي الزراعيه في مصر الجزء الاكبر منها بيتم ريه من خلال المسائل الخاصه، وهذه المسائل الخاصه غير مشموله اصلا بهذا القانون. تمام. يعني الماده المذكوره لا تتحدث عن المسائل الخاصه ولكنها تتحدث عن الترع العامه. تمام. طب بالنسبه للترع مش عن العامه هنلاقي انه مش عن الغالبيه الاوني يعني، مش عن الاوني. سموها كده الاونيه يعني. لا ايوه بالظبط. المسائل. لكن بالنسبه للترع العامه الغالبيه العظمى من الترع اللي بيروا من ترع عامه اصلا الرسوم اللي هيدفعوها هتكون صفر. ليه؟ لان احنا بنتكلم مثلا انه اللي بيحط مكنه رفع 100 لتر في الثانيه فده الرسوم بتاعته صفر. طب 100 لتر في الثانيه دي معناها ايه؟ ال 100 لتر دي ممكن تروي 10 فدادين. طيب المزارع العادي بيستخدم طرمبه قدها ايه؟ يعني القدره بتاعتها كام؟ 30 40. فبالتالي هتلاقي ان الغالبيه الساحقه من المزارعين حتى اللي بيروا من على الترع بيروا باستخدام طرمبه بسعه بقدره 30 40، واللي اقل من 100 معفي اصلا هيدفع رسوم صفر. تمام. يبقى بالتالي هنلاقي ان الغالبيه العظمى من المصريين اصلا من المزارعين مش هيدفعوا ولا مش حاجه. مش هيدفعوا فلوس، تمام. مين اللي هيدفع بقى؟ تماما. لا المزارع الكبيره جدا اللي بيتم فيها الري بطرمبات وماكينات رفع بقدره عاليه، يعني تمام. لو اكبر من 100 لتر في الثانيه هيدفع 100 جنيه في السنه. مش للفدان على فكره، للطرمبه 100 جنيه في فقط. السنه. الطرمبه اللي هي ال 100 جنيه دي ممكن الطرمبه دي تروي 25 فدان. تمام. طب كان في خبر من كذا يوم كده، احنا حتى معانا شباب عشان برضو نبقى مصححين الصوره يا باشمهندس، اللي هو حكايه تمام يا فندم. ترخيص المكنه ب 5000 جنيه، ده كلام فاضي ده؟ ما هو ده الموضوع اللي كنت بقوله لحضرتك دلوقتي. هو ال 5000 جنيه هي بس الموضوع يمكن بعض المواقع اخذته بشكل ايه غير مش يعني دقيق، مش غير دقيق، غير مش غير واضح. ولكن احنا بنتكلم دي في حاله امتى بقى يا فندم؟ ال 5000 دي 5000 دي 5 سنوات، يعني 1000 في السنه. وامتى بتكلم على مكنه اكبر من 1000 لتر في الثانيه بتروي اكتر من 100 فدان. تمام. يعني يعني انا هذا بتكلم انه 1000 في الترخيص السنه مش ل 100 لكل فدان مش لكل الناس، يعني في حالات معينه خالص. هو اللي هيتم يعني الترخيص بنتكلم ليه على مش مزارع، عام. بنتكلم على مزارع عنده 100 فدان وحتى هيدفع كام؟ هيدفع 1000 جنيه لل 100 فدان كلهم في السنه. يعني هتلاقي في الاخر ان الفدان ايوه في السنه يعني فمبلغ زهيد جدا. بنتكلم على مزارع بيمتلك مساحه كبيره جدا من الارض، بنتكلم على 100 فدان هيدفع لهم 1000 جنيه في السنه رسوم بس ترخيص يعني الخبر بالسرعه لهذه الترومبه. الخبر ده ما كانش دقيق بتاع المصر اليوم. احنا قلنا ما كانش يومها دقيق او يمكن تم عرضه بشكل يمكن ملتوي شويه. تمام تمام. فيمكن ده اللي عمل لبسه عند بعض الناس. الغالبيه الساحقه من الناس مش هيدفعوا فلوس اصلا، ولكن البعض بيتساءل طب ما دام ما فيش فلوس طب هترخص وهتعملوا رسوم ليه او هتعملوا ترخيص ليه؟ حتى لو مش هيدفع هيعمل ترخيص. الهدف من هذا الامر ان احنا بنعمل عمليه تنظيم. اللي بيروي على المسقه خلاص دي مسقه خاصه بيه. طب اللي بيرمي على الترعه، اللي بيروي على الترعه محتاج بس ان احنا نقنن ونرخص علشان عمليه تنظيميه ليست اكتر، حتى لو مش هيدفع ولا مديم. هو أيوة الهدف مش ان احنا بنجمع فلوس. هو السؤال المهم هنا يا باشمهندس، العمليه تنظيميه. طيب. تمام. الغرض من تماما التنظيم تماما. الغرض من التنظيم ايه؟ وانا كمواطن او كمزارع ما انا لازم، ما هو اي قانون بيتعمل لازم يبقى ليا فايده منه، يعني هستفيد. بالظبط يا انا فهد. هستفيد ايه من التنظيم؟ هم ما احنا ليه على الترعه العامه عايزين نعمل هذا التنظيم؟ لان الترعه العامه بيوجد عليها العديد من اثمان المسائي وخلافه. تمام. بالاضافه ان احنا الترعه دي بتتاهل حاليا. تمام. وانشاء طرمبه على هذه الترعه بيستلزم عمل هندسي ينشأ على جسر هذه الترعة. تمام. فلما اجي انا اعمل عمل هندسي انا مش عايز الموضوع يبقى عشوائي ان كل واحد يحط ترمبة في اي حتة فانت ويسحب المية اللي هو عايزها، هتبقى حالة فوضى.
فانا عايز ان هو انا بحافظ اولا على استثماراتي، انا صارف 18 مليار جنيه كدوله، صرف 18 يعني مليار هنا مش في تأهيل الترع. اي حد يجيب ماكنه ري ويقوم حاططها في اي حته بالظبط ويمشي وخلاص، ويحطها لا على الجسر ويعمل اللي هو عايزه ويكسر في الجسر بتاع الترعه ويسحب اي حته. ما انا برضه لما هسحب من اي مكان ما انا هاثر على المزارعين اللي بعديه، والله ده فبالتالي منطقي. الترخيص دوت هدفه هي عمليه تنظيميه، مش احنا مش بنجمع فلوس زي ما بقول لحضرتك، تقريبا ما حدش هيدفع ولا مليم، ولكن انا بنظم، عايز اعرف مين بيحط مكانته فين وبيسحب من هذه الترعه علشان اضمن ان الميه في الترعه مش هتتاثر. ما هو لما اي واحد هحط 100 ترمبه وكل عمال بيسحب، ما اللي في الاخر مش هتوصل له حاجه. لا فهي صحيح عمليه صحيح تنظيميه ليس اكثر من ذلك. صحيح. مشكورك جدا مهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزاره الري والموارد المائيه.